أعلن الزمالك تعاقده مع اللاعب المغربي محمود بن تايج كأول صفقة ليه في الموسم الانتقالات الحالي. بس إيه علاقة أشرف بن شرقي بالقصة دي؟ وليه الزمالك لمح بعودته تاني؟ كمل معايا لآخر الفيديو. نشر امبارح حساب نادي الزمالك صورة من تقديم اللاعب الجديد محمود بن تايج اللي تعاقد معاه لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء. ولكن اللي لفت انتباه الجمهور هو طريقة تقديمه، لما نشر حساب الزمالك صورة لبن تايج وهو عامل احتفال أشرف بن شرقي، وكتبوا: الاحتفال ده ما بيفكركوش بحاجة؟ طبعا جمهور الزمالك ربط على طول أشرف بن شرقي وإنه ممكن يكون الصفقة التانية اللي هيعلن عنها النادي بعد مفاوضات مع اللاعب في الفترة الأخيرة. ولكن رغم التلميحات بكده إلا إن كل المواقع بتأكد إن أشرف بن شرقي بعيد إنه يجي الزمالك، وده بسبب المقابل المادي اللي اختلف عليه مع إدارة النادي وشافوا إنه طالب رقم كبير أكبر من الأرقام اللي بتجيله في العروض الحالية. ده غير الأزمة المالية اللي بيمر بيها الزمالك واللي منعاه إنه يكون عنده رفاهية في المفاوضات والتعاقدات مع اللعيبة، ويعتبر بن شرقي في الوقت الحالي فري ومش مرتبط بأي نادي. فتفتكر الزمالك هيقدر يقرب الأمور المادية ويحسم الصفقة ولا هيبقى ملف واتقفل؟ شاركنا برأيك في الكومنتات وما تنساش الفولو علشان أخبار تانية كتير.